بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب بريب 3، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأفضل حال. معاكم مستر حمادة محمد ساينس تيتشر. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو للفوكابلوريز بتاعة ليسون 2 في يونت 1 اللي هو بعنوان Graphic Representation of Moving in a Straight Line، بمعنى التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. عندنا variables يعني عوامل او متغيرات، واحنا عارفين ان variable يعني متعدد او متغير. physicists علماء الفيزياء، graphs الرسوم البيانية او بنقول chart او diagram اللي هو رسم بياني، tables جداول، mathematicians يعني علماء الرياضيات، graphic representation يعني تمثيل بياني، graphically يعني بيانيا، maximum الأقصى، minimum الحد الأدنى، practical results يعني نتائج عملية، physical phenomena يعني ظواهر فيزيائية، trial يعني تجربة، metric strip يعني قطاع متري يعني جزء كده من المتر، strip قطاع أو جزء، wooden board يعني لوح خشبي، procedures يعني إجراءات، horizontal position يعني وضع أفقي، horizontal position، operate يعني يعمل او يشتغل يعني، each trial يعني كل تجربة، slope يعني منحدر، vertical يعني عمودي، origin point يعني نقطة الاصل، axis اللي هو المحور، intersection point نقطة التقاطع، directly proportional يعني يتناسب طرديا، parallel يعني موازي، constant يعني ثابت، intervals يعني فترات زمنية، قلنا slope يعني ميل أو منحدر، و بعد كده trip رحلة قصيرة، bike دراجة هوائية اللي هي البايسيكل، opposite graph الرسم البياني المقابل يعني اللي مرسوم قدامك، rest أو at rest يعني في استراحة أو في سكون أو في ثبات، acceleration يعني تسارع أو بمعنى تغير في السرعة، بنقولها بالعربي اللي هي العجلة أو تغير السرعة يعني، initial speed يعني السرعة الأولية أو الابتدائية، final speed السرعة النهائية، is applied يعني يتم تطبيقه أو تفعيله، notice يعني تنويه أو ملاحظة، increase يزيد، gradually يعني تدريجيا، pass يمر، describe يصف، in case في حالة، express يعني تعبير أو توضيح، physical quantity يعني كمية فيزيائية، uniform acceleration يعني عجلة منتظمة، وهنعرف الكلام ده معناه إيه بالتفصيل إن شاء الله خلال شرح الدرس، deduce يعني نستنتج، motorist يعني السائق العربية أو السيارة، brakes الفرامل، explanation شرح أو توضيح، positive acceleration يعني عجلة موجبة أو تسارع إيجابي يعني بيكون بالpositive، accelerating motion
accelerating motion يعني حركة متسارعة، يعني بنقولها positive accelerating أو accelerating motion، نفس المعنى. عكسها negative accelerating يعني تسارع سلبي أو عجلة سالبة، أو نقدر نقولها decelerating motion. simple graphic relation يعني علاقة بيانية بسيطة. complex graphic relation يعني علاقة بيانية معقدة. resultants يعني نتائج. represent يعني يوضح أو يشرح. الباست منها represented. remain يبقى remained. illustrate يوضح illustrated. وبكده إن شاء الله تكونوا مستعدين لفهم الدرس إن شاء الله في الفيديو القادم. دعواتي ليكم يا رب بالتوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.